2014. Donc, on a prévu aujourd'hui d'envisager de faire une journée de sensibilisation sur le phénomène de kidnapping des enfants. Donc, c'est un phénomène intéressant, malheureusement, d'exercer. C'est un phénomène vraiment qui a touché pas mal de familles, pas mal d'enfants victimes de race dans la cause de l'Okhachete. Donc, il y a autant que l'association, nous l'a rejeté, c'est pour le كمختصين في شتى المجالات اما القانون او مجال التربيه او مجال الدعوه او مجال الطب او في مجال علم النفس هما كذلك كمواطنين هما كذلك كاباء كامهات هما بكل انواع شرائح المجتمع مره نهضر في الكيدنابينغ نلغوش المزار اختطاف الاطفال الى قال ميز قال لا ديسباريسيون وحي الكيدنابينغ ماشي كيف كيف لا ديسباريسيون تقشيش يقلان اتفاق خام سمغينس بور دي ريزون يا اما اتصف تسعة بابا سيلي اوتوريتاريست اللي عندي قلان يكري دان كليما شوية طونجو سيزاخ الخام ولا شو الحوار ولا سمنا قارة ديتس دونك يزرع زي سيكيران المخاوف دونك اقشيشون بعد مرادي اليوم 10 سنين دونك يشتم دي لا بريميرا دو ليسونس اتفاق الطفوله والمراهقه الاولى دونك تعيش الاضطرابات بلس المخاوف تعيش غير الخوف تعيش السلطه الابويه او الاب المتسلط او الام المتسلطه تدخل الخام يشرهم بعد ما عيش تتجاز يتكيتير اخام باباس اخام يموس اثينا اثينا لا فيكتيمز باش هذه فاسيون لي تراس نغوتي ترى دي بورسويت الى عدي قال لك لا دوزيام كوز اكسبوسين العباد قال لي وقت ذكر الدريان دنا كندير واش ودي مزيان عندنا في لي روندمون دو كونت لي روندمون دو كونت هي تيلين على عده مستويات يا اما على مستوى الخلافات بين الاسر والعائلات دونك خلافات سي دور دو ريلاسيونيل عندنا صفت مثلا يوم يسعى يوم جالوزي باثولوجي سوا تصمتو تسعى يوم جالوزي باثولوجي بارابور على يوث إذا كيست الحال دونك انت تتساورا لاعتبارات اخرى كذلك دونك التسم دونك تزمر افيك سيت جالوزي باثولوجيك اسيغي بالعقل هذه روحو خميمي سخيران الحوايج ديابوليك دراماتيك نزرا لي كاكاي كندا العباد ما كوز هو شو هي غا قشيش نايس غا قشيش تامزيون هو شو باسكو لي جالوز كيون إذا كيست الحال كذلك لا عن دور دراكيه سوسيال عندها تفتيول مثلا دابا السن دا قران العمر تجد الشير دونك من بعد تجد الدريال في توت تمزوج تموزاس ومن بعد يعاود جواج دونك من بعد الدريال ولا راه الوكلة ديالو دونك ازول فلاون ازول لي فان لا باج راديو غورايا دونك نو سي لاسوسياسيون سلام كاريتاتي بور انفون دونك اون ا اورغانيزي اجوردي اون جورني سونسيبيليزاسيون سو لو تام الكيدنابينغ دي زونفون دونك اون ا رياليزي تروا كونفيرونس اسيري بار مسيو يحيوي
Monsieur Djazoulé et Monsieur Fawzi Ignan, qui est un juriste. Donc voilà, on a essayé de sensibiliser la population par rapport à le phénomène. Donc voilà, en tant qu'association, nous avons nourri le phénomène. C'est un phénomène noir, c'est un phénomène qui touche vraiment la société algérienne. En Danzara, plusieurs fois, il y avait pas mal de cas. Donc espérons bien que grâce à la journée, ni l'abad, Inch'Allah, il n'y aura pas de cas, Inch'Allah. Je remercie tous les prisons, soit de Paris, soit de loin. C'est pas la peine de citer les noms, parce qu'officiellement, ceux qui ont été en train de se faire, donc voilà, les encouragements sont nickels, ou mais à l'heure, Inch'Allah.